نلتقي اليوم لنبارك بعضنا البعض الإنجازات التي تحققت خلال فترة 4 أشهر أو أكثر. نحن قاتلنا في خطوط الصد وفي القرى التي تحررت، والحمد لله على مدى تلك الأيام أثبتنا للناس وللعراقيين وللقوات الأمنية أن شرطتنا إنها قوة لا يستهان بها. هجومات عديدة تمت علينا، ولكن الحمد لله حققنا نتائج جيدة وأعطينا تضحيات، وهذا ديدن المعركة طبعا. ولهذا أقول إن أي شيء يحصل هو عبارة عن معركة، المعركة فيها خسارة وفيها ربح وفيها أمور كثيرة. الحمد لله خلال هذه الفترة اللي مضت ما عدنا أي انتكاسة، عدا شغلات بسيطة حصلت. لذلك يجب أن تكون ثقتنا بأنفسنا عالية أكثر مما يتصور الآخرون، ونحن الذين نقيم أنفسنا. ليس من حق أحد أن يقيمنا إلا في حالة وجود الثغرات الكبيرة، أما عملنا كشرطة وكقتال نحن قيمنا أنفسنا، ووزارة الداخلية قيمتنا، والعمليات المشتركة قيمتنا وأشادوا بعملنا منذ فترة طويلة. حتى السيد رئيس أركان الجيش أشاد بعمل الشرطة في أكثر من محفل. لذلك يجب أن لا تهتز الثقة، وأن نبقى بذلك المستوى، وأن نعيد تنظيمنا بشكل مع أنفسنا. يعني ليس إعادة التنظيم بالمفهوم العسكري، نعيد تنظيمنا النفسي حتى لا يأثر علينا أي شيء أو أي أمر يحدث، لأن هذه معركة، والمعركة حادة وقوية والعدو شرس. ولكن الحمد لله اليوم قطاعاتنا تحقق انتصارات عظيمة، وواجبنا أيضا ينفذ بشكل جيد وكما تصدر الأوامر. نحن نرتبط بمراجعنا العسكرية والقيادية، وإن شاء الله نثبت لهم في الأيام القادمة أن شرطة نينوى تلك الشرطة القوية التي لها شأن في معركة تحرير نينوى.